اهلا بيكم وحلقه جديده في السلسله الجميله اللي احنا ابتديناها مع بعض، سلسله اجمل خدام. وخادم النهارده اسمه حبيب فرج. كتير مننا ما سمعناش عنه وما نعرفوش هو مين وما نعرفش قصته، فاحنا قلنا فرصه جميله جدا ان احنا نبقى مع بعض ونحكي حكايته ونعرف اكتر عنه. وطبعا معانا ايهاب وهيب، هنتكلم عليه النهارده. ايهاب ان شاء الله. ان شاء الله. حبيب فرج شخصيه مشهوره او خاصه الاباء القدام، يعني الانبا يؤنس اسقف المنوفيه المتنيح اتكلم عنه، الانبا غرورس اتكلم عنه، اباء كتير، الانبا ارسانيوس اسقف المنيا اتكلم عنه طبعا، ومن شبرا وكنيسه الانبا انطونيوس شبرا، ودي طلعت عمالقه قبل كده فعلا. طيب نبتدي زي ما بنبتدي كل حلقه ان شاء الله بالانجيل، ناخد جزء من الانجيل. لو نبص مع بعض خروج 20 من اول ايه 1 ل 17، ودي الوصايا العشر عشان هنستخدمها في الجزء بتاع النهارده اللي هنتكلم عنه. ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا: انا الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبوديه، لا يكن لك الهه اخرى امامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صوره ما مما في السماء ومن فوق من فوق وما في الارض من تحت وما في الماء من تحت الارض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لاني انا الرب الهك اله غيور، افتقد ذنوب الاباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من وغوديه، واصنع احسانا الى الوف من محبي وحافظي وصاياي، لا تنطق باسم الرب الهك باطلا، لان الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. اذكر يوم السبت لتقدسه، سته ايام تعمل وتصنع جميع عملك، واما اليوم السابع ففيه سبت لرب الهك، لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وآمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك، لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبده ولا آمته ولا سوره ولا حماره ولا شيئا من ملك قريبك. وصية ربنا من العهد القديم ساعات بننساها، بنحب كده من وقت للآخر نذكرها، ولما العذراء هتظهر لحبيب جرجس هتقول له على حبه وصايا انا وصيت، لقيت فيه منها وصايا كتير قوي متاخده من هنا، فعشان كده ابتدينا بالوصايا بتاعت ربنا من العهد القديم. طب حلو ان احنا ابتدينا بالوصايا. نبتدي يا ايهاب لو سمحت بميلاده وصفاته الاولى لشخصيه حبيب جرجس. هو ميلاده اتولد في شبرا سنه 1914، وكان قبليه ثلاث اخوات اتوفوا، فكان امه كل ولد تخلف يموت يموت يموت، فهو كان اول واحد بعد ثلاثة ميتين، فتدلع جامد قوي. عشان كان متدلع جامد قوي كان بيعمل مشاكل كتير، كان متكبر، كان ينزل يعمل خناقات في الشارع، كل واحد يشوفه يتخانق معاه، طبعا متدلع وكل حاجة عايزها. كان ابوه مبسوط مادين، فكان كل حاجة عايزها كان بياخدها، فكان في بداية حياته عامل لهم مشاكل كتير جدا. طب تكلمنا بقى ايهاب على علاقته بالكنيسة كانت عاملة ازاي ومحاولة افتقاد الخدام ليه. كان طبعا واحد متدلع قوي كده هيعمل ايه مع الكنيسه، كان بيروح الكنيسه تعبهم جدا لدرجه ان هو وصل في وقت مش عايز يروح الكنيسه، بس كان في خدام كويسين جدا ما سابوهوش، كان بيفضلوا يروحوا له ويخبطوا على الباب ويسالوا عليه، كان يتهرب منهم شويه، كان يرد عليهم شويه، كان يستخبى منهم شويه، كان يشوفهم جايين ويجري منهم، تعبهم جدا، لكن كانت خدام امناء وما سابوهوش، وقعدوا وراه وراه لحد ما جه في يوم قال بصوا بقى انا خلاص زهقت، انا كل شويه تقولي انا هاجي معاكم النبادي، لو المره دي ما سمعتش حاجه كويسه وما استفدتش حاجه ما تعدوش عليا تاني، انا مش عايز اجي. في الوقت ده كان سنه حوالي 17 سنه، وفعلا نزل معاهم، وكان في واحد بيدي وعظه، والوعظه دي كانت عن التوبه والرجوع، وسمع الوعظه دي وابتدى يفكر في كل الكلام اللي بيسمعه، كلام اكنه واصل ليه شخصيا. ونبص هنا برضو، احنا بنتكلم كتير قوي وبنوعظ كتير، وممكن تدي وعظة وما تعرفيش، يمكن ما تعرفيش حد سمع ولا سمعش، لكن شوفي تخيل الراجل اللي وعظ الوعظة جاب حبيب فرج، وحبيب فرج اتغير
ودخل السماء وعمل معجزات، ويمكن الواعظ ده معرفش اي حاجه. بيعرف امتى؟ لما تطلعي السماء بقى تشوفي ثمر التعب والخدمه اللي انت عملتيها دي وصلت للناس ازاي. فعشان كده مهم او كلمه ربنا بترجعش فرع. فكان ربنا بعت رساله خاصه لي، كان كل ما يروح الاجتماع، كان بعد الاجتماع بتقابل مع اصحابه، يخرجوا يروحوا القهوه، يروحوا هنا هنا هنا. نبادي راح الاجتماع وحس ان في حاجه اتغيرت جواه، ساب الكنيسه بعد ما خلص الاجتماع وراح قفل على نفسه وابتدى يسال نفسه اسئله كتير جدا. كان ساعتها حوالي 17 سنه. قال انا ايه اللي عملته في حياتي قبل كده؟ انا عايز اغير حياتي، انا عايز ابتدي بدايه جديده. الكلام اللي وصل لي على لسان الخادم النهارده ده من عند ربنا. وابتدى يفكر في الكلام كله وبعد كده دخل نام. طيب وناخدها بقى من دخل نام، حدث في تلك الليله ايه اللي حصل بقى؟ حصلت له حاجه غيرت كل حياته. دخل نام لقى العذراء ظهرت له وقالت له يا حبيب انا عايز اوريك حاجه. قال لها حاضر. عدت على الجحيم لقى ناس بتصوت وبتعيط وبتبكي وريحه كريهه جدا. قال لها خديني بره. قالت له ارشم الصليب وامشي وراي. رشم الصليب ووشه مشي وراها، وريته الفردوس. شاف مكان جميل جدا وشاف كراسي، وكل كرسي قاعد عليه واحد من القديسين عرفته عليه، ده الانبا انطونيوس، ده داود النبي، ده الانبا بولا. وكل واحد على كرسي تبتدي تعرفه عليه. لقى كرسي جميل جدا بس ما لهوش حد. قال لها مين ده اللي سايب كرسي وفاضي؟ قالت له الكرسي ده بتاعك يا حبيب لو سمعت الكلام بتاع ابني اللي انا هقوله لك دلوقتي. قال لها ممكن اخد الكرسي ده؟ قالت له هيبقى بتاعك بس عايزاك تعمل ايه؟ وابتدت تديله الوصايا اللي احنا اتكلمنا عليها. اول حاجه قالت له عايزاك تجيب نوته، وفي النوته دي تكتب فيها كل حاجه ما بترضيش ربنا. تاني حاجه عايزاك ما تحلفش، قول صدقني. تالت حاجة ما تكذبش، الصدق هو اللي بينجي. رابع حاجة ما تشتمش. خامس حاجة حب كل الناس وما تكرهش حد. سادس حاجة اعطي العشور، اطعم المحروم، زور الأرملة، كرس يوم الرب وقدسه، وداوم على الصلاة والصوم، وبعد كده هتيجي تاخد الكرسي ده. راح على طول ابتدى يجيب النوتة وعمال يفكر في كل الكلام اللي لقيته العطرة ليه. تمرين حلو ده لحياتنا يا هبه. طبعا يعني لو احنا كل واحد كده يجيب نوتها ويكتب ايه الحاجات اللي في حياته اللي بيعملها مش كويسه اللي عايز يصلحها، وايه الحاجات اللي هو كويسه ممكن يعملها في حياته، يعني زي ما حبيب كركس كده، حبيب فرج. وبعد كده احنا عمالين نقول مش عايزين نلخبط بين الاثنين علشان الاسم قريب والناس تعرف اكتر. طبعا حبيب كركس انا حبيب فرج، بس احنا النهارده بنتكلم عن شخصيه حبيب فرج. طيب تكلمنا ايهاب لو سمحت عن تغيير مسار حياته بقى. تغيير مساره، صحي من النوم وقال بقى دي رساله ربنا بعتها لي. ايوه ابتدت بالخادم اللي هو وعظ، والثانيه كانت العذراء، وجاب النوته وابتدى يكتب. أيوة. قعد يكتب كل حاجه بيعملها. بعد اسبوعين لقى مفيش حاجه وحشه بيعملها يكتبها في النوته. اتبسط جدا وراح قعد مع ابونا راعي الكنيسه، كان اسمه ابونا بطرس الجوهري، اللي كان الكاهن بتاع الانبا انطوني الشبر، وقعد معاه وابتدى يعترف على ايده واعترف بكل حاجه وصمم ان هو يبتدي حياه جديده. يبتدي بدايه جديده من حياته. طب تكلمنا بقى عن صلواته. ابتدى بقى ابونا يديله ارشادات روحيه ويقول له يبتدي ازاي. أيوة. الاجبيه كان بيعمل ايه؟ كان بيصلي الاجبيه كلها قبل ما ينزل الصبح، كان يصلي باكر والثالثه. كان يجي بعد الشغل كان يصلي السته والتسعه. يجي يتغدى ويريح شويه وينزل بالليل في الخدمه، كان يصلي الغروب والنوم. يجي بالليل بعد الخدمه يصلي صلاه نص الليل، وكان كل يوم يصلي الاجبيه. بيقولوا لما كان بيقف يصلي كان اكنه جندي واقف في الحرب، واقف ما بيتحركش. بيقولوا فترات طويله من كتر الصلاه بتاعته، بعد كده لما تقدم روحيا كانت ناس بتشوف ايده منوره زي الشمع. وكانت بتشوف هاله حوالين وشه منوره. وصل لمراحل بسرعه جدا عاليه جدا في الروحيات، وكانوا بيحبوا جدا يشوفوه بيصلي اخواته او الناس اللي كانت بتقول كان بيعمل مطانيات كتير جدا، وكانت صلاته كمان كانت بتبقى مليانه دموع وهو بيصلي وقف درامه وما يتحركش مهما يحصل. كان يقفل على نفسه الباب، كانت ساعات مامته تبص كده من عين الباب تلاقي ايده منوره ووشه منور وهو واقف يصلي. طب هل كان مهتم بالصيام؟
الصيام كان مهم جدا في حياته، ما فيش صلاة من غير صيام. كان بيقدس صيامات الكنيسة كلها، وكان بيصوم لحد وقت متأخر. يعني مثلا كان صيام الميلاد بيصوموا للساعة 3، كان بصيام الرسل يصوموا للساعة 6، لدرجة ان هو في مرة من الصيامات الكبيرة كان عايز يصوم 40 يوم متواصلين من غير اكل وشرب. وصل لحد اليوم 9 وابوه وامه قلقوا عليه، راحوا ندهوا لاباء الكنيسة وقالوا له بقى له 9 ايام ما بيكلش ويشربش، خايفين عليه. فاباء الكنيسة عملوا ايه؟ راحوا زاروه في البيت وقت الغداء، وهو جاي من الشغل قال له بص احنا جايين نتغدى معاك يا حبيبي، فمش معقول هنيجي نتغدى معاك وانت ما تاكلش، فلازم تاكل معانا. فقعد معاهم طبعا وكال، وهم كان قصدهم ان هم يخلوه ياكل. وبعد كده قبل ما يخرج الاب الكاهن اللي كان موجود، فقال لهم ما تقلقوش على حبيب، هو ليه غذاء تاني شبعان منه، فما تقلقوش عليه. وقراءاته الروحيه، هل هو كان ليه قراءات معينه؟ هل هو كان بيحب ان هو يقرا كل يوم؟ قراءاته الروحيه كان الانجيل مهم جدا عنده. أي. كان يلهج فيه نهارا وليلا. كان حب يقرا في سر القديسين، وكان مهم قوي عنده الطقس برضه، يقرا كتب طقسيه كتير. ولما كانت في حاجه تصعب عليه كان يروح للاب الكاهن قمص ابراهيم عطيه برضه عندهم، وكان يساله وكان بيرشده. وكان يحب القراءه جدا، خاصه في الاسفار المقدسه. لما كان حد يسأله أي سؤال كان يرد عليه من الإنجيل، فكان حفظه وحفظ أجزاء كتير جدا من الإنجيل بتاعه. طب تكلمنا عن عمل الوظيفي، وإن هو كان في معجزة حصلت لعمل الوظيفي دي. هو قعد فترة ما اشتغلش، كل ما يقدم على شغل كان بيبقى وقت صعب ما قدم وما اشتغلش. فمرة من مرات طلب بقى قدم في الحكومة على شغلانة. فهو بيكتب الطلب بتاع الابليكيشن رشم الصليب كبير كده على الابليكيشن. فابوه قال له ده اوريدي صعب انك تلاقي شغل، فهترشم الصليب ده كله على الابليكيشن، دي شغلانه حكومه. قال له بص يا بابا، حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح، لو ربنا عايز يجيب لي الشغلانه هجيبها لك. يجي المدير بتاعه طبعا غير مسيحي، يبص للصليب ده قال له بص انا هاخدك عشان حاجه واحده، ان انت ما بتخافش، وان انت دينك مهم عندك وانا هاخدك. وفعلا الراجل خده وشغله، وكانت الشغلانه يمكن اعلى من الشهادات اللي هو معاه. يعني لو واحد بتاع جامعه وهو كان معاه حاجه زي دبلوم بس، وخد الشغلانه واشتغل وجات له بمعجزه، وخد الشغلانه دي وما اتكسفش وما خافش ورشم الصليب على الابلكيشن، ما هموش، وربنا جاب له الشغلانه من اجل امانته لدينه. طيب احنا عايزين نتكلم بقى عن تقديس يوم الرب، يعني بالنسبة له كان ليه أهمية خاصة طبعا. تقديس يوم الرب برضو زي ابونا ميخائيل إبراهيم كان بيعمله مشاكل، كان يوم الحد يقعد لحد الساعة 12 في الكنيسة. وكان المدير برضو يتضايق منه، لدرجة ان اخواته كانوا بيروح يجيبوه من الكنيسة يقولوا الحق عشان تروح الشغل. وكان يروح الشغل ما يمسش ألم، يسيب الألم كده، يقول لهم النهاردة اليوم مخصص لربنا، زي ما قرينا في وصية العهد القديم، قدس يوم الرب، فانا ما ينفعش اكتب فيه ولا اعمل فيه اي شغل. فكانوا بيتضايقوا منه، يقول لهم برضه مش هكتب حاجه ومش هعمل حاجه. فمره المدير هدده قال له ايه؟ قال له انت عارف ان انا مش ممكن ارفدك؟ قال له ايه؟ ان رفدتني حضرتك من وزاره الارض فوزاره السماء ابقى ليا. كان قوي جدا وما يخافش. فالمدير قال له طب انت مش خايف؟ طيب. ابتدى يكتب طلب عشان ينقلوه او يرفدوه. وهو بيكتب الطلب وصله للمدير الاعلى بتاع المنطقه كلها. المدير بيأشر ان هو يتنقل او يترفض، جاله تليفون ان في جسر بتاعت الميه في منطقه طنطا ولا حاجه زي كده اتكسر، فهم كان زي وزاره الميه او الحاجات دي في الوقت ده، فلازم كان يروح هو ومساعد وكيل الوزاره عشان يروحوا يشوفوا المشكله دي. راحوا الاثنين عشان يصلحوها، طبعا الوقت اتاخر، فناموا في المنطقه في قريبه من طنطا. بالليل ظهر له ماري جرجس. فالراجل شافه قال له سيدنا خضر؟ قال له انا مش خضر، انا ماري جرجس. قال له في واحد ابننا عندكم، انت شفت الشكوى بتاعته، ما تقربش منه وما لكش دعوه بيه، ده ابننا لو انت عايز تعيش لاولادك. على طول كده. والراجل ده حكى المعجزه دي في يوم الخارجه بتاعت حبيب فرج. وقف وقال لهم انا عايز اقول حاجه، ده كان انسان مبروك، انا حاولت ارفده او انقله، ظهر لي سيدنا خضر في المنام وقال لي كذا كذا كذا. فبعد ما رجع الراجل نده لحبيب جرجس وقال له بص
تعالى كل يوم الساعة 12 يوم الحد زي ما انت عايز، وكتب جنبيه لحالته الصحية وقال له مش عايزين منك حاجة خليك. فلما عرف ان مريجرجس ظهر له راح شكر ربنا وعمل تمجيد لمريجرجس واتبسط قوي. طب يعني هي كانت معجزة ان اصلا يحافظ على الشغلانة دي كذا مرة. طيب ثمر الروح القدس في حياته، ثمر الروح القدس في حياته، انا عايز اقول معجزة تانية حصلت برضو معاه. اصحابه ابتدوا يضايقوه جدا، فعملوا ايه؟ كان في عنده في العهدة بتاعته فايل مهم قوي، خبوه منه وخبوه في الارشيف. لا هو كده كده كان لازم يترفض بقى، يعني ما كانش ليه حل تاني. طبعا انت عارف حسد الشيطان وكده. ومش لاقي الدوسيه خالص. فماري جرجس ظهر للمدير المباشر بتاعه قال له هتلاقي الدوسيه ده متخبي في الارشيف في المكان كذا، واللي خباه اسمه كذا، وحبيب انسان امين وما يدعش منه حاجه. اتضايق قوي المدير من الشخص ده ونقله في حته بعيده، وبرده حبيب عدى من المشكله دي. كان حسد الشيطان كتير قوي، بس ماري جرجس محافظ عليه، محافظ عليه، كان هو شفيعه. اوكي. طب نتكلم بقى عن ثمر الروح القدس في حياته. ثمر الروح القدس اول حاجه كان بيحب يخدم ويساعد كل الناس. مره هو ماشي على كورنيش رود الفرج، هو كان طبعا منطقه شبرا كان بيخدم فيها في حتت كتير زي ما هنتكلم على خدمته، وهو في منطقه ناحيه رود الفرج سمع واحد عمال يصرخ، كان معاه يعني زي شونه غلال وحاجات زي كده، وقعت في الميه. حبيب قلع هدومه ونزل قعد يشيل الشويله ويساعد الراجل لحد ما طلعهم له كلهم على البر. وبسبب ان هو نزل في الميه وكان الجو برد، ده جاله التهاب رئوي قوي، ولولا ربنا انقذه كان مات بسبب ان هو ساعد الراجل ده. طب احنا كنا عارفين ان هو برضو في المرحلة دي من حياته كان بيحب الناس كلها، وكان خدمته ابتدت ان هي تبقى يعني خدمة فعلا عميقة، يعني هو بيحاول يخدم اكتر ناس على يعني قد ما يقدر. كان اي حد يحتاج منه خدمة كان يروح يساعده، لدرجة بيقولوا ان هو كان بيمشي من السبتية يجيب ساق كبير قوي ويشيله على كتفه ويروح بيه كنيسة الانبا انطونيوس عشان يرسموا عليه الايقونات. اي حد كان محتاج اي خدمه يساعد، لدرجه ان هو ايام الانبا انطونيوس وهم بيبنوا كنيسه الانبا انطونيوس كان بيوفر اجره العامل كانت 15 قرش في اليوم، ويشيل الطوب والرمل والزلط مكان عامل عشان يوفر فلوس للكنيسه وتبرع للكنيسه منه. وكان انسان طاهر قوي، طاهر قوي. كانوا برضو اصدقائه بيحسدوه اللي هم في الشغل، جابوا واحده بياعه وقالت لها وقالوا لها ابتدي ضايقيه وهو في الشغل، فجات له كده هو مش عايز يبص لها، فقالت له ما تبص لي يا حبيب هو انا بعبع؟ قال لها يا ستي بص اللي هم عملوه معاكي ده مش كويس. اداها قرشين كده وقال لها يا ستي بص اتكلي على الله، ما تخليش الشيطان يضحك عليك وتسمع كلامهم. فطلعت الست قالت الراجل ده عارف ازاي؟ ده اكيد واحد من اولياء الله الصالحين، وكان عند انسان عفيف جدا وما يحبش اللي هو الحاجات اللي تتعبه دي خالص. طب احنا بانه وصل للمرحله ان هو ماري جرجس بيسهر وبيدافع عنه وكده، بس كان برضو معروف ان هو انسان متضع جدا وفي انكار ذات رهيب. كان ما كانش يحب يدرس الفصول الكبيره، كان يديها للخدام التانيين. وكان هو يبتدي يمسك الفصول الصغيره يقول له يا حبيبي انت احسن مننا يا حبيبي تعمل كده، يقول لهم لا. ربنا بيقول ان لم تصيروا مثل الاطفال لا تدخلوا ملكوت، خلوني انا مع الاطفال اتعلم من الاطفال. وياخد الفصول الصغار، ما يحبش المتكئات الاولى، كان يبقى حب يبقى اخر واحد في اي حته في الخدمه. اعزائي المشاهدين لسه يا دوبك يعني لو لسه يا دوبك متابعينا دلوقتي، احنا بنتكلم النهارده عن شخصيه في سلسله اجمل خدام، وبنتكلم عن شخصيه اسمها حبيب فرج، شخصيه جديده كتير مننا ما سمعش عنها، فحبينا نقدمها لكم ونعرفكم بيها واحنا كمان نعرف عنها. طيب احنا عايزين نتكلم دلوقتي عن تدقيقه وامانته. تدقيقه وامانته كان يعني بغض النظر ان هو كان يوم الحد ما عملش اي حاجه، كان مدقق جدا في شغله وكان امين جدا. ومرة الأب كان بيقول له حبيب ممكن تديني القلم من جيبك ده عشان أكتب معاد عنده وعظة. أبونا كان واقف يتكلم معه، حد قال له أبونا عايزين وعظة من قدسك، فقال له طب استنى أديك معاد، فقال له حبيبي اديني القلم. قال له لا أبونا استنى دقيقة واحدة. راح الشارع اشترى قلم وإداه لأبونا. قال له ليه يا حبيب؟ قال له أصل القلم ده بتاع الشغل، فأنا مش عايزك تستعمله عشان ده بتاع الشغل، ما أقدرش أديهولك، أنا جبت لك قلم تاني وخليه معاك. كان أمين جدا، يعني مش عايز أبونا يكتب بقلم الشغل عشان ده بتاع الشغل، وجاب له قلم تاني هو اشتراه له مخصوص. انت كلمتنا عن حد برضو في ابونا مخيل ابراهيم. الناس دي مدققه يعني مدققه جدا، عشان كده كانوا امنا وناجحين جدا. طب
طيب احنا كنا عايزين نتكلم عن الخدمة، والخدمة في حياة حبيب فرج كان موضوع عميق شوية، فكنا بنفكر ناخد فاصل ونرجع لكم نتكلم عن الخدمة ونتعمق فيها شوية، ونتكلم عن خدمته اللي هو امتدت لمدارس الأحد وفي أفاق تانية كتيرة برضو. فهنطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني، أرجوكم تبقوا معانا وتابعونا وما تمشوش. أعزائي المشاهدين، بنرجع لكم مرة تانية، وإحنا النهاردة بنتكلم عن خادم اسمه حبيب فرج. كتير مننا ما سمعوش عنه، بس القصة حقيقي مؤثرة جدا، وزي ما سمعنا دلوقتي البابا شنودة وبيقول لنا وبيفكرنا، يا هل إحنا عايزين المسيح لما يشوفنا كده يقول لنا أيها العبد الكسلان، ولا يقول لنا أيها الخادم النشيط؟ فياريت إحنا كلنا نبقى خدام نشطاء، ونبقى فعلا مفرحين قلب المسيح كده. فلو عندكم قصة أو خادم في حياتكم أثر فيكم، ياريت تكلمونا في دقيقتين تقولنا قصة الخادم ده وإزاي أثر في حياتكم. والنمرة اللي تكلمونا عليها على فايبر هتبقى 0412-409-596، وهي مكتوبة دلوقتي على الشاشة. فياريت تكلمونا وتقولنا عن خادم أثر في حياتكم. ونرجع تاني يا إيهاب ونتكلم عن حبيب فرج، وبنتكلم عن خدمته المتسعة. هو ابتدى يخدم طبعا في الأنبا أنطونيوس شوبرا، عشان هي كانت الكنيسة دي بتاعته اللي هو ابتدى فيها، واللي سمع فيها كلمة ربنا لغيرت حياته. والأنبا أنطونيوس شوبرا كانت في الوقت دي كانت مش بتخرج أعداد خدام، كانت بتخرج أعداد أساقفة. خرج منها كمية أساقفة، أكتر أساقفة خرجوا من شوبرا أو من القاهرة كانوا من الأنبا أنطونيوس شوبرا، لدرجة البابا شنودة كان بيخدم هناك، الأنبا أرسانيوس تعلمين كان بيخدم هناك، الأنبا روجس وهيب عطالة كان هناك، كل الناس، الأنبا يؤنس، كل الناس دي كانت بتخدم هناك، وطلعت جيل كبير جدا. كان 99% بيترهبنوا، ما كانش يعرفها حاجة تانية. ليه واحد عامل بحث حلو قوي على كل الرهبان والأساقفة اللي طلعوا من الأنبا أنطونيوس، كمية كبيرة جدا، ما فيش وقت طبعا نذكرها. طب تكلمنا عن خدمته في مدارس الأحد الأول؟ خدمته في مدارس الأحد، كان يحب خدمة مدارس الأحد جدا، وكان ياخد الفصول الصغيرة وكان يتبسط بيها جدا، وكان يحب يزور كل الأولاد، والأولاد كانت بتحبه جدا، لدرجة إن هو أسس جمعيات تانية كتير، كان يحب الخدمة قوي، اللي هو أسس الجمعية بتاعت القديسة ديميانا ببابا دوبلو اللي ظهرت فيها العذراء بعد كده. كانت عبارة عن جمعية، وكانت الحتة دي كلها أراضي زراعية، وكان يروح يخدم هناك ويجيب الأولاد بتاعت مدارس أحد ويدرس لها هو واحد زميله. كان كل ما يروح العيال بقى التانية الديانات المختلفة كانوا يجيبوا طوب ويحدفوه ويشتموه ويتفوا عليه، وكان يستحمل. فواحد راح قال لأبونا بطرس الجوهر، يا أبونا حبيب كل ما يروح يخدم في هناك يحدفوه بالطوب ويشتموه. حبيب كان بيعمل لهم إيه؟ كان بيديهم ساعات فلوس، كان يديهم صور ويطبطب عليهم، ما تفرقش مع حاجة. فأبونا قال له بص يا حبيب، أنت بتتبهدل هناك، ما تروحش تاني. قعد يعيط ويقول له يا ابونا بأرجوك تخلينا نروح. قعد يبص في ايده ورجليه، قال له يا ابونا انا بتبسط هناك. ومع الاصرار ده كله ابونا خلاه يروح. وبعد كده الجمعيه تطلع تبقى كنيسه القديسه ديميانا بابا دوبلو، وبعد كده العذراء تزور الكنيسه دي، وانتم عارفين الظهور الكبير قوي اللي حصل في كنيسه القديسه ديميانا بسبب بركه الراجل ده اللي اسس الكنيسه من الاول. والنهارده كمان عيد القديسه ديميانا. النهارده عيد القديسه ديميانا بتاع القديسه ديميانا. طب نتكلم عن بناء جمعيات وكنائس، الخدمة بتاعته اللي هو كان برضو يعني جزء بنا منها. جمعيات كتير قوي، لدرجة ان هم جمعية العذراء بشتيل البلد هو اللي أسسها. أسس جمعيات في مناطق كتير قوي، كان بيروح يزور مناطق كتير قوي يوعز فيها، لدرجة ان لقى في البيت عنده أرض حوالي 160 متر عملها جمعية، قال لأبونا عايز أعملها جمعية، وابتدوا يعملوها جمعية. كان بيجيب ناس توعز وهو كان بيوعز، وكانوا بيساعدوا الفقراء كلهم ويجوا يحضروا كلمة ربنا في الجمعية دي كل يوم. طبعا كان في محاربات من الشيطان وطبعا مشاكل وكده، لكن كان بيواظب بيلم الناس كلها ويديهم كلمة روحية كل يوم، وبعد كده كانوا يديهم حاجة بسيطة تساعدهم الفقراء، وكانوا يلم تبرعات من الناس ويساعد الفقراء دي، يسمعوا كلمة ربنا وهم ماشيين يديهم حاجة كده تبرع يسندهم. وكانت ناجحة جدا، وكانت في وسط شارع المحمودي في شبرا، وكانت ناس كتير جدا بتيجي الجمعية بتاعته، وكان اسمها جمعية حبيب. طب هو برضو كان ليه خدمة معروف ان هو فيها، هي خدمة العزاء. كان حاطط مبدأ عنده الآية بتاعت فرحة مع الفرحين وبكاء مع البكيين.
لو كان لقى اي عزا كان بيخش يوعظ. ومن مره بالصدفه كده دخل عزا الانبا ارسانيوس بيقول اللي هو ربنا يديله طول العمر وهو لسه عايش، بيقول لقى عزا فبيسال الراجل اللي بره انت ايه؟ قال له انا قبطي. فافتكر ان العزا قبطي ودخل يوعظ وعمال يقول ايات من الكتاب المقدس وقصص من الكتاب المقدس، وخلص الوعظه وخارج. فهو خارج بيسلموا عليه قالوا له انت ما كنتش عارف ان العزا ده بتاع واحد غير مسيحي؟ قال لهم الراجل قال لي كده. فما كان كان الخدمه عنده مهمه جدا بغض النظر عن الانسان ده مسيحي او غير مسيحي، كان يشوف عزا يروح يشارك الناس في الحزن بتاعته. طب هو برضو كان جزء من خدمه رد الضالين. رد الضالين لو عرف اي حد ابتدى عايز يغير الدين بتاعه كان بيعمل كل جهده عشان يجيبه. احدى المرات قالوا له الراجل ده يا عزيز هيغير الدين يا حبيب فرج هيغير الدين، فراح له وابتدى يعبط عليه وقال له انا مش هسيبك تبيع المسيح. الناس اللي حواليه طبعا اللي هم بتوع الدين الاخر شوف يعمل كده، قعدوا يضربوا فيه يضربوا فيه وقعوا على العرض ويشطوه في وشه بالجزم لحد ما وشه كله كان عمال يخر دم وتشرح كده. راح الكنيسه وجاب الراجل ده ما مشيش الا لما خده معاه. والخدام يقولوا انت عملت ايه يا عزيز؟ ايه اللي حصل لك يا حبيب فرج؟ ايه اللي حصل لك؟ قال لهم دي سمات محبه الرب يسوع، انا مستحيل اسيب حد يترك المسيح وما مشيش الا لما جاب الراجل ده عشان ما يتركش المسيح وخده معاه في ايده. وشفنا برضو الموضوع ده طبعا مع قصه ابونا بشوي كامل اللي هو يعني رد اللي هو الخروف الضال ده فعلا بيحاربوا علشان يجيبوه طبعاً. ما بينسوش واحد، وبالتالي هو ده فرق في الخدمه يعني هو الواحد بيفرق معاهم، الشخص بيفرق معاهم، النفس جداً. واحده بتفرق معاهم وبتفرق ومهمه جدا عند ربنا برضو، فكان طبعاً. بيحب اول حاجات دي. طيب تكلمنا ايهاب عن خدمه الفقراء. خدمه الفقراء كان بيحب الفقراء جدا وكان يلم لهم فلوس لدرجه ان هو ساعات كان بيوفر التذكره بتاعه الاوتوبيس بتاعته. هو كان ساكن في شبرا وكان بيشتغل في التحرير، كان يمشي من شبرا للتحرير ويوفر ثمن التذكره عشان يديها لواحد فقير. مره في احدى المرات العيد قرب ومعهوش فلوس يدي الفقراء، فبعد الشغل عمل ايه؟ اشترى توب قماش وابتدى يلف في شارع شبرا يبيع بالمتر القماش، والمكسب الصغير اللي كسبه راح وادى للفقراء. مره كان عنده وعظه في بلد من البلاد وهو ماشي راجع راح ياخد القطر عشان يرجع القاهره، لقى واحد فقير بيقول له ممكن تديني حاجه؟ صعب عليه كده الراجل الفقير، اداله كل اللي في جيبه. دخل ركب القطر لقى الكمساري جه معهوش ولا مليم يقطع التذكره، فقعد يصلي ويقول له يا رب ما تكسفنيش، يعني انا كل اللي معايا اديته لواحد فقير. فالكمساري بيقول له ممكن اشوف التذكره؟ فقال له التذكره عايز تشوف التذكره؟ قال له مد ايده في الهواء وعمل كده، والكمساري بيبص عليه لقى تذكره لزقت في ايده. جاب التذكره وبيبص لقى تذكره بتاريخ النهارده وفاليد من المكان ده للمكان ده. الكمساري بيبص على التذكره كده ومش مصدق. وربنا ما يسيبش ولاده الخدام تمر باي ضائقه او ضيقه زي دي، وانقذه واداله تذكره في ايده وراح القاهره، والكمساري عمال يبص عليه وكاتبها ابونا يوحنا باقي كمان في الكتاب من كتب بتاعته قصص المعاصرين. طيب بما اننا بنتكلم عن تذاكر الاوتوبيسات تقول لنا عن معجزه تذكره القطر. ما هي تذكره القطر هي دي، هي كانت تذكره واحده بس هي اللي جت معاه دي. اصل صعب يبقى تذكرتين. لا كانت حلوه قوي وقصه يعني ازاي مد ايدك وشوف الهواء بيعمل ازاي. ده انت لو في ايدك تذكره في الهواء من الشباك هتقع، لكن ده لقى التذكره لزقت في ايده وجت في ايده كده. طب تكلمنا عن ان هو يعني حاول يترهب، ان هو بالنسبه له الرهبنه كان هو كان عايش اكنه راهب، فحاولوا يروحوا دير المحرق يترهب ان هو واثنين اصحاب. ايوه راحوا الدير وسافروا من القاهره لحد دير المحرق وراحوا هناك، قالوا لهم ما ينفعش ترهبنوا. قال لهم لازم تجيبوا اخلاء طرف من الجيش واخلاء طرف من الشغل وتجيبوا موافقه اهاليكم وتجيبوا موافقه امضى من الكاهن وكده. فلقوا معهمش الحاجات دي فرجعوا. اتضايقوا قوي ورجعوا، فابتدوا عشان رجعوا بقى فابوه بقى ابتدى يخاف عليه. قال لا ده عايز يترهب ان احنا عايزين نجوزه. فطلب ان هو يجوزه بقى ايه؟ فقال له بابا انا عايز اعيش بتول. قال له لا هنجوزك. فابوه راح لعمه اللي هو اخوه وكان ساكن في المحلة وقال له عايزين بنتك لابني. قال له بص ابنك عايز يعيش بتول، انا عندي بنت واحدة فانا عايز بنتي اشوف ولادها، فحرام انها تتجوز ابنك وهو عايز يعيش بتول فمش هقدر اجوز لبنتك. فالراجل جه زعلان كده وجه قعد البيت زعلان وحكى لمراته قال لها اخويا كسفني عشان كذا كذا كذا.
فقالت له طيب هو عايز يختار كده، فلقى ابنه جاي من الشغل وقال ومامته بتحط له اكل بعد ما صلى، فقال لي بابا يا بابا ما تيجي تتغدى معايا، قال له لا، قال له انت زعلان عشان رحت لعمي وعمي ما رضاش يجوزك بنته كوكب، يا بابا انا هموت بتول وكوكب هتموت بتول. قال له ما تقولش كده على بنت عمك، هي امك اللي حكيت لك قصه. قال لها لا ماما ما حكيتليش حاجه، عارف بالروح. فاتضايق منه قال له لا ما تقولش كده على بنت عمك. بنت عمه ما اتخطبتش ليه، اتخطبت لواحد تاني. وخلاص في يوم الفرح راحت عند الكوافير، لقوها قبل الفرح بساعتين وهي عند الكوافير نزفت الدم وتنيحت قبل الفرح. بلاش الحكايات الافراح دي يا ايهاب وكلامه تاني مره وكلامه اتحقق زي ما قالوا لابوه بالظبط. لا وكان هو كان اي حاجه بيقولها كانت بتتنفس. طيب هو كان طبعا ما كانش عايز يبقى عريس على الارض، بس هو تكلمنا عن ان هو كان عريس للسماء، حاولوا يخلوه يتجوز تاني مرضاش. اخته شافت له عروسه قالت له بص يا حبيب هنشوف لك عروسه، وراحت اشترت له توب قماش، توب قماش كامل جدا اشترته له، قالت له بص هنعمل لك بدلتين، بدله للخطوبه وبدله للفرح. هم شافوش اللي حصل للعروسه؟ لا ما شافوش. قال لهم انا هموت بتول، اعملي بدلتين اتيهم انا هروح للراجل الترزي. طلب من الترزي ايه؟ قال له انا عايز بدله ضيقه علشان اخويا بعد ما توفى هياخدها، كان هو بعديه بقى مامته خلفت واحد او اتنين بعد كده. والبدله الثانيه انا عايزها واسع قوي، قال للراجل عشان البدله دي انا هتكفن بيها، فمش عايز وهم بيكفنوني يبقى صعب عليهم يدخلوا البدله. وادى للراجل المقاسات والراجل خد المقاس وقال له وسعها لي، وقال له وراح له بالظبط يوم الاثنين اللي قبل نياحته وقال له انا عايز البدله بتاعتي بتاعت الوسع دي تكون جاهزه يوم الخميس، ويوم الخميس ده كان يوم نياحته. يعني هو كان عارف بقى، كان عارف يوم نياحته باليوم باليوم وكل حاجه. وكان لقوا في مفكره بعد كده بعد نياحته، لقوا مفكره كانت مكتوبه على المكتب اليوم بالظبط، قال لهم انا هطلع السما يوم 17/7/1941، كان كاتب اليوم بالظبط اللي لقوا فيه اليوم النياحه بتاعته، كان عارف. وهنتكلم قبل النياحه دي عليها شوية. طيب تكلمنا بقى، فرصه نتكلم عن المعجزات دلوقتي، تكلمنا عن معجزه شفاء مريض من الزايده. جات له واحده ست من الناس اللي كانت بتحضر الجمعيه عنده وقالت له يا حبيب جوزي عيان جدا، جوزها كان حلاق في ميدان الافضل. فقالت له جوزي عيان جدا وعايزك تصلي له. فقال لها حاضر، راح صلى للراجل وقعد يصلي له وقال له بص انت ربنا هيشفيك، بس انت ما بتروحش الكنيسه وما بتروحش الجمعيه، عايزينك تواظب على الكنيسه وعلى الجمعيه. وصلى للراجل والراجل اتشفى وبقى زي الفل وطلع كويس جدا ما حصلوش حاجه. وفي برضه معجزه ثانيه عن بنت كانت هتتوفى وقال له مامتها لازم البنت دي تتعمد قبل ما تتوفى. دي كانت بنت اخته، كان اسمها ابتسام. قال لها سميها ابتسام، ما تسميها احد القديسين. قالت له حبيبي يعني انا هغير اسم بنتي اقول لجوزي عشان حبيب قال سميها حد من القديسين؟ قال لها طب لو ما غيرتيش الاسم بنتك هتتبسم في السماء وعايزك تعمديها بسرعه قبل ما يحصل لها حاجه. ايوه. قالت له عن ايه يا حبيبي؟ قال لها عمديها بسرعه. الست راحت عمدت البنت، كان يوم الاحد، تاني يوم الاثنين لقوا وشها ازرق وابتدت تفقد النفس، وحبه حبه البنت انتهت في تاني يوم على طول. بس هو كان نصحها وقال لها ان انت تعمدي بنتك بسرعه احسن هيحصل لها حاجه. كان عنده شفافيه روحيه كويسه جدا. طيب احنا دلوقتي عايزين برضه، شفنا في سلسله اجمل الخدام ان هم كانوا خدام اقوياء جدا في الحق، كانوا يحبوا قوي ان هم يبقوا خدام حقانيين جدا ويعرفوا فين الصح وفين الغلط، وما يعني ما بيتفقوش مع الغلط وبيبقوا صوتهم يعني مسموع كده ان احنا مش موافقين على اللي بيحصل. اتكلمنا ليه ان هو في الحق دي في الحق. بس قبل ما نروح بتاع الحق كان في برضه معجزه تانية حصلت مع اخته بقى اللي بنتها توفت. فجت حامل تاني، فمامته قالت له يا حبيب عايزك تصلي لاختك عشان هي حامل تاني، كانت البنت الاولى قال انها تتوفى وتوفت. قال لها هي هتجيب ولد وهيبقى اسمه يوحنا وهيبقى شكله اسمر، والولد يتولد في خلال اسبوع من موته ويطلع اسمر ويسموه يوحنا بقى النبادي زي ما هو قال لهم، وقال لهم هيكبر ويبقى كويس. وكان في الوقت اللي هم بيكتبوا قصه حياته كان الولد كبير وبيخدم وزي الفل في الكنيسه. العذراء ظهرت له بعد كده وقالت له على ميعاد انتقاله. وقالت له يا حبيب ميعاد انتقالك هيبقى في كذا، والكرسي اللي انا وعدتك بيه موجود ومستنيك يا حبيب.
بالنسبه للحق بقى، كان في ايام البابا يوساب الثاني، الانبا يوساب الثامني كان قائم مقام، كان برضو في مشروع اللي هو الجواز، وعملوا برضو بعض الاشياء اللي تدي بطلان جواز. فهو حبيب ما كانش مبسوط من الموضوع ده، وكان بيقول لا طلاق الا لعلة الزنا بسبب القانون اللي عملوه ده. في ناس كتير قدمت طلبات طلاق، فقال ان دي هتخل بالاسره. فعمل ايه؟ جاب منشور و1000 واحد مضوا على المنشور ان هم عايزين بس يبقى الطلاق لعلة الزنا، وابتدى يلم ال1000 واحد مضوا، وقال لازم اقابل البابا اديله المنشور ده. لما حاول يقابل البابا قالوا له لا مش هتقابل البابا. قال لهم ليه؟ انا بس عايز اخد بركته واديله امضاءات الناس، اقول الناس رايها ايه. فواحد من البطرخانه قال له لا امشي، قال له لا انا عايز اقابل البابا. فكان معاه عصايه كده فضربه على ايده، جت على الوريد فابتدى يخر دم جامد، فمسك العصايه منه قال له خد اضربني تاني. فخافوا منه قالوا ده الراجل ده في حاجه غريبه، ازاي ياخد العصا ويديها لنا تاني؟ اتصلوا بالبوليس وقالوا البوليس ده جاي يتهجم على الكاتدرائيه او البطرخانه في الوقت ده، وبيتهجم عليها، فعايزين نعمل له محضر. فجه ضابط البوليس يعمل له محضر، ابتدى يسمع اقوال الناس وابتدى يسمع اقواله، قال له انا ما كنتش اتهجم لحد ولا اعمل اي حاجه، انا بس عايز اودي له العريضه دي واخد بركته، هم اللي عملوا معايا كده. فالضابط كتب المحضر وقال له امضي. قبل ما يمضي رشم الصليب، جه يمضي نور البطرخانه كله اتقطع. الضابط قال له ممكن تصلحوه، فقعدوا مستنيين لحد ما جابوا كهرباء وصلحوا. قالوا له يا حبيب ممكن تمضي، رشم الصليب وجه يمضي المره الثانيه النور كله اتقطع. فالضابط بتشك ان في حاجه مش مظبوطه، فاستنوا برضو صلحوه المره الثالثه، برضو رشم الصليب وجه يمضي النور كله اتقطع. قال لا في حاجه غلط، تعالى معايا يا ابني. خدوا معاه، خدوا في العربيه بتاعت الضابط وراحوا ومضوا المحضر في الاسم. فراحوا قالوا لبابا ان ابنك في الاسم. فجه بابا قال له يا ابني انت مالك ومال الجواز؟ انت ولا متجوز ولا عندك عيال، هي فارقه معاك في ايه؟ قال له يا بابا الحق هو الحق، انا ما عملتش اي حاجه غلط وانت مش هتخسر حاجه، انت كل اللي هتدفعه قد محامي هياخد 1.05 جنيه، وهتدفع كفاله 3 جنيه، يوم القضيه انا هكون مش موجود، هيرجعوا لك 2 جنيه من 3 جنيه. قال له هكون فين؟ قال له هكون عند ربنا، انا مش هكون موجود. فكانت القضيه ميعاد القضيه بتاعته كانت 3/10/41، وهو كان انتقل 17/7/41، قبلها بثلاث اشهر. ولما جه ميعاد القضيه ابوه قدم شهاده الوفاه وقال لهم ابني انتقل، فرجعوا له زي ما قال بالظبط ال 2 جنيه اللي هي الفرق بتاعت اللي كان باباه دفعهم بالظبط. طب تكلمنا عن ميعاد نياحته بقى، ازاي كان يعرف ميعاد نياحته؟ ابتدى ميعاد نياحته كان هو عارف، وابتدى قبلها بفتره يبدا يقول لهم الوقت مكسر، خد بالكم احنا حياتنا. هو مات عنده 27 سنه، مات صغير قوي، يعني من 17 سنه العضله ظهرت له ل 27 سنه، 10 سنين هم 10 سنين، وعمل فيهم خدمه بناس كتير قوي عمرها كله ما عملش فيه خدمات. فابتدى يقول لهم انا ميعادي قرب، وزي ما قلت راح للترزي يوم الاثنين، كان يوم 14، وقال له عايز البدله تكون جاهزه يوم 17. والراجل فعلا كان خلصها يوم 17. في يوم الحد اخر يوم ليه كان في الخدمه، كان معاه زميله هو بيعمل الدرس اسبوع وزميله اسبوع تاني. فقال لي زميله كان هو حبيب اللي عنده الدرس النهارده، فقال له لا انا مش هقول الدرس انت قول. قال له انا مش محضر، انت ما قلتليش قدام الاولاد. فقال له لا معلش قول انت الدرس. فقال له انا مش محضر. قال له معلش قول. فالعيال قالت له ايه يا استاذ انت مش محضر ولا ايه؟ فاتكسف وقف. فهم ماشيين راجعين بيتكلم معاه، بقول له حبيبي انت عملت فيا كده ليه؟ انت احرجتني، لو كنت قلت لي كنت حضرت بس انت ما قلتليش. قال له اصل بص انا عايزك تحضر كل اسبوع، عشان النهارده كان الحد كان اخر اسبوع ليا. قال له يعني ايه؟ قال له انا مش هاجي تاني الخدمه، ده اخر اسبوع ليا وانا عايزك تبتدي تعتمد على نفسك. كل دي اشارات وعلامات عمال يقولها للناس. وبعد كده برضه في اخر يوم في الخدمه في الجمعيه قال لهم ده اخر اسبوع ليا في الخدمه، وعايزكم تاخدوا بالكم من الخدمه، وعايزكم تجهزوا كل حاجه وكل ده. كان في فطار عيد الرسل يوم 12، هو تناح 17/7، الصيام الفطار بتاع الرسل 12. امه بتقول له ما تتصل باختك تيجي تفطر معانا، فبتصل بيها انت فين؟ ما تيجي تفطري معانا النهارده عيد الرسل. قالت له لا انا مش جاي، انا زعلانه جوزي سافر اسبوعين.
لا انت زعلانه عشان جوزك هيسافر اسبوعين؟ طب هتعملي ايه لما اخوك يسافر على طول؟ وندهلها وكلت معاهم وابتدى يقول لهم، ومسك اخوه قال له بص انا عايزك تعمل ايه، انا لما هنتقل يوم الخميس مش عايز ابويا يجيب فرقه موسيقيه، كان زمان يجيبوا حصينه وقدامها فرقه موسيقيه ومش عارف ايه كده، مش عايز ابوك يجيب فرقه موسيقيه وما يعملش صوان ولا عزا، العزا يبقى في الجمعيه، وعايز تبقى كل حاجه عاديه، وعايزك تاخد بالك من ابوك، وعمال يدي لاخوه الوصيه بتاعه الوقت اللي هينتقل فيه. فكان محضر بقى يعني، هو كان عارف كل حاجه. طيب احنا عايزين نتكلم عن في الخارجه حصل ايه، بس هناخد المكالمه دي سريعا ونرجع تاني ونعرف التفاصيل دي. معانا ناديه من مصر. الو الو الو، ازي حضرتك؟ الو، صباح يا حبيبتي. صباح النور، خريستوس انستي. ازيك يا اخ ايهاب؟ اهلا وسهلا، ازيك يا ناديه؟ الله يبارك لكم يا رب. انا فرحة بالحلقه وفرحة جدا ان احنا يعني بنتعرفنا على اشخاص يعني انا عن نفسي سمعت فعلا الاخ حبيب، وانتوا بتدونا معلومات كبيره قوي قوي في الصف. بنشكر حضرتك لمتابعتك معانا، كتر خيرك معانا. الخطاطه بتهيألي الخط قطع، بس لو حضرتك تكلمينا تاني يا ريت تكلمينا وتشاركينا لو عندك حكايه واحدة. نعم، الو، صباح الخير يا حبيبي. ايوه سامعين حضرتك تاني دلوقتي، اتفضلي. انا بس حابه اصبح على حضرتك واصبح على الاخ ايهاب. اهلا بيك. اهلا بيك. حضرتك عندك حكايه تحبي تقوليها لنا عن خدام او خادم معين اثر في حياه حضرتك؟ الو، ايوه سامعين حضرتك. الخط مش حلو قوي. لا معانا اخت ناديه. الو، يا ريت تكلمي. مش عارفه هي المكالمه، مش عارفه انا قلت الكلام اعيده تاني. لا لا سمعنا حضرتك، بس حضرتك مشاركينا على حكايه ولا يعني في حاجه معينه تحبي تشاركينا بيها؟ الخط مش حلو خالص. سوري. فيا ريت تكلمينا تاني لو سمحتي. ايوه ايهاب، احنا دلوقتي كنا بنتكلم عن ميعاد انتقاله، ان هو كان عارفه وهو كان بيحضر نفسه بيحضر عيلته للميعاد ده. تكلمنا عن ليله انتقاله. ليله انتقاله بيقولوا ما نامش خالص، وكان عمال يصلي طول الليل، وعمال سمع صوته بيزعق ارمي السلم يا يسوع، انا مستعد، انا معايا التذاكر، انا جاهز ان انا اجي. وعمال سامعين عمال يصلي وينادي وعمال يا يسوع وطول الليل. فابتدى صوته يعلى قوي، فاخوه بيقول خبطت عليه قلت له احنا عايزين ننام يعني، فقال له استحملني ليله كمان، وعبط عليه وبس وقال له انت مش هتشوفني تاني، عمال يقول لهم دي اخر ليله ليا. وبعد كده بيبص اخوه بيقول بعد شويه دخلت لقيت الباب عمال اخبط على الباب ما بيسمعنيش خالص، كان في حاله مش حاسس باللي حواليه، ولقيت الاوضه منوره جامد جدا وفيها ريحه بخور وماسك الاجبيه وبيصلي بدموع، وعمال اندهله مش سامعني خالص، لدرجه ان انا شديت منه الاجبيه عشان يبتدي يفوق. فقال له انت شديتها ليه؟ لقيته قاعد على الارض وعمال يكمل صلاه واكني انا مش موجود خالص. ابتدت امه الصبح يقول لها انا عايزك تلبسي ابيض في ابيض عشان النهارده يوم عرسي. فقالت الست هو حصل له ايه؟ ابتدت بقى اتصلت بالكهنه قالت له الحق يا ابونا تعالى شوف حبيب، انا حاسه ان في حاجه غلط، شكله يعني هو افتكر انه اتجنن ولا حاجه. بيزعق ويا عضرة وارمي لي السلم، انا جاهز انا جاي، ما تسيبنيش يا عضرة انا عايز الكرسي بتاعي وما تسيبنيش، وعمال يزعق. فابونا الاثنين الكهنه جم وقعدوا يتكلموا معاه وقعدوا معاه لدرجه ان هم مش عارفين ايه اللي حصل. في واحد اسقف كان الانبا كرولوس مطران اثيوبيا شاف فيجن ان في واحد بره هينتقل في الوقت ده. راح وصلى له وخد بركته وقال له يا ابني لما تنتقل النهارده اذكرني امام المسيح. راحوا جابوا له دكتور قال له ده في حاجه غلط ولا حاجه. قال له يا دكتور ومش انا هنتقل وانت هتنتقل وكلنا هنتقل، واحد هينتقل النهارده تقدر تعمل معاه ايه؟ فالدكتور كتب لهم قال لهم ما عندوش اي حاجه، لو عايزين اديله مهدئات اديله مهدئات لكن ما عندوش اي حاجه. وعمال بيتكلم وبيزعق وهو بيصلي ريقه نشف.
فالست جارته جابت له ميه، قالت له خد اشرب يا حبيبي، قال لها العذراء جابت لي ميه، ولقوا ميه نازله من بقه. ابتدى بقى قال لهم خلاص انا هنتقل دلوقتي، وسلم عليهم كلهم وبسهم وبيبص لقوه انتقل. اول ما انتقل بيبص لقوا جسمه كان زي ما هو، ما تغيرش اللون بتاعه. جيم الناس يغسلوه لقوا فيه 7 صلبان مطبوعين على جسمه وكلهم شافوها. 7 صلبان على ما معمولين على جسمه. ابوه بقى جاب برضو حصنة وموكب وحاجات وعايز يمشي قدامه ناس بالطبول والحاجات دي. كان كل ما يعملوا الموسيقى بتاعتهم الحصنة تقف ما تمشيش، يسكتوا يمشوا، يعملوا بتاع يمشوا. فواحد من الناس قال لهم بصوا اخوه، قال لهم انا قلت لكم، هو قال ما تعملوش موسيقى بتاعتكم دي، اعملوا لحن ابقوره. اول ما عملوا لحن ابقوره كله مشي. وكانت الناس كتير جدا من شبرا، كان بيخدم في شبرا والترعة والشوكلان الحته دي، ناس كتير جدا ماشي على وراه. طبعا خادم 27 سنه كل الناس لمست محبته وخدمته، فكان الخرجه الكبيره جدا. كان في حوالي 20 كاهن او اسقف واساقفه، وكان حوالي 20 واحد، والكلام ده بنتكلم على سنه 41 يعني. وكان موكب عظيم جدا. وابتدى الراجل الانبا ارسانيوس بيقول ان في 3 حمامات طلعت من جنب الجثمان بتاعه واحنا بنصلي عليه في الكنيسه، والمدير بتاعه زي ما انا قلت وقف وقال لهم اسمحوا لي اقول كلمه. قال الكلمه بتاعت ان مريم جزاها له. وابتدت الفقراء كل واحد بقى من الفقراء اللي كان بيساعدهم في الخفاء، كل واحد ابتدى يطلع يقول حاجه وابتدى يقول كلمه، يقول له ده كان بيساعدنا وعمل معنا كذا. وابتدت الناس كلها تقول، وخدوه وابتدوا يحطوه في التربه بتاعته. حطوه في التربه بتاعته، ونكمل بعد كده التربه بتاعته حصل فيها ايه، عشان برضه حصل بعض المعجزات من التربه بتاعته. بعد انتقاله بيفتحوا المفكره بتاعته، كانوا بيقروا كل النوت اللي كان بيكتبها، ولقوا بيقول كده ان انا سوف اقابل الديان العادل يوم الخميس 17/7/1941، زي ما قلت بالظبط الميعاد بتاعه. اخته بتقول كنت بعيط طول النهار ومتضايقه، بفتح الاوضه بتاعته بالليل ببص لقيت 3 حمامات كبار طاروا بالليل ومن الاوضه، وطبعا الحمام ما بيطيرش بالليل. ظهر لامه، امه طبعا واحد 27 سنه حزينه عليه ولابسه اسود وعماله تعيط عليه، وقال لها يا ماما ما تعيطيش عليا، انت عياطك عليا بيحزني، ما تعيطيش عليا انا في السما. ظهر لامه تاني بعد كده وقال لها يا ماما ما تعيطيش عليك، بتروح وتفضل تعيط على التربه بتاعته وتشيل تراب وتعمل العادات التقاليد القديمه دي. قال لها يا ماما ما تعمليش فيا كده، دموعك نار بتكويني. وظهر لاخته برده قال لها قولي لماما عشان خاطري ما تعيطش عليا وتقلع الاسود علشان دموعي نار بتكويني. ظهر لاسقف الخرطوم او مطران الخرطوم وقال له تروح لابويا، اصله بعد ما مات بقى قفلوا الجمعيه. قال له تروح لابويا وتقول له يفتح الجمعيه. فابوه كان طبعا متضايق نفسيا وزعلان. ف امه ظهر لها بالليل وهو اكنه كده في قصر وقاعد فوق، فعايزه تطلع له، فلقت ما فيش سلالم خالص. قالت له حبيب ما تنزلي سلم. قال لها يا ماما انت قطعتي كل السلالم بدموعك اللي بتعيطي بيها دي، وان انت قفلتي الجمعيه، افتحي الجمعيه وبطلي عياط عليا وتبتدي تلاقي السلم وتقدري تطلعي لي. ابتدت تفتح الجمعيه وابتدت تبطل عياط، فظهر لها تاني ولقت ان في سلالم ممكن تطلع له، فاتبسطت جدا. في واحد قريبهم تنيح فما كانش في مكان يدفنوه، فجم يدفنوه جنبه. بيفتحوا التربه لقوا ريحه بخور طالعه جميله جدا من الجسد، وبيبصوا للجسد بتاعه لقوه سليم زي ما هو ما اتغيرش، والفليش بتاعه سليم زي ما هو. اب كاهن قال لهم حبيب قال لي ان انا اجي، في كتاب كان مستلف كتب بتاعت مدارس الاحد سايبها، فظهر لاب كاهن يروح ياخد الكتب دي يرجعها تاني المكتبه بتاعت الكنيسه. في مره من المرات كان في عنده ظرف كان فيه النقود بتاعت الفقراء، فبرضه ظهر لحد قال له روح البرج بتاعي هتلاقي الدرج التاني في ظرف في مبلغ معين انا كنت شايله للفقراء، وراح وديه لهم. فكان كل حاجة. ومرة أنقذ وعمل شفا واحد من السرطان. أخوه بقى حبيب ليه أخ اسمه شفيق،
فشفيق ده خلف ولد، فحبيب ظهر له وقال له انت هيجي لك ولد بس سميه حبيب. مراته قالت له لا انا عايز اسميه فهيم على اسم ابويا. قال لا انا عايز اسميه على اسم اخويا. فعملوا ايه؟ حطوا شمعتين، ولعوا شمعتين كبار وقعدوا يصلوا ويشوفوا ربنا عايز انهي اسم. لقوا الشمعة اللي هي على اسم حبيب قعدت واقفة، والشمعة اللي على اسم فهيم دي اتحرقت وخلصت بسرعة. ولما قابل بابا شنودة في يوم من الايام حبيب ده وقال له انا عمي اللي هو حبيب، فقال له ان انت خلف، ان انت احسن خلف وامتداد لسيرة وخدمة حبيب فرج. بيقولوا ان جسده لحد دلوقتي بلا فساد، يعني لحد دلوقتي الجسد بتاعه زي ما هو لم يفسد. ودلوقتي احنا لاحظنا ان بقاله 75 سنة متنيح. فاي هوب يعني ان الكنيسة تبص له بنظرة كده ان بسبب خدمته كده ان هم يعتبروه من القديسين. طبعا احنا ممكن دي تبقى حلوة جدا، طبعا واحد خادم شاب اتحول السيرة بتاعته سيرة جميلة جدا، وتبقى جميلة جدا ان هم يكرروا قداسته. طبعا ده يرجع للمجمع المقدس والكنيسة في بحوثات وحاجات دي. هو طبعا القانون الكنسي او المجمع المقدس بيقول بعد 50 سنة من نياحته، ده 75 سنة دلوقتي. فياريت يبصوا لحاجة زي كده او حالة زي كده فيري حلو قوي زي ما عملوا الحبيب جرجس طبعا. يعملوا الحبيب فرج، فتبقى حاجه كويسه قوي. وحلو ان احنا برضو نعرف شخصيات جديده كده اللي زي بنتكلم عنها زي حبيب جرجس وحبيب فرج، وشخصيات زي دي اللي احنا نعتبرها ان شاء الله اجمل خدام. طيب تكلمنا، تحب تكلمنا عن المعجزات الثانيه حصلت بعد انتقاله؟ هو مش مكتوب عليه كتير عشان الجيل 41 ده. أيوه. يعني كويس ان احنا عرفنا نجيب كل المجموعات ان احنا جبنا كل المعلومات دي عنه. يعني دي فيري نايس ان احنا عرفنا نجيب كل طبعًا. دي هو عاش بس يعني عاش كتير يعني 27 سنة. 27 سنه فكويس ان لموا وما تنسيش ان الجيل اللي بتاعه دلوقتي الاحفاد بتاعته، الاحفاد بتاعت اخواته أيوة. هي اللي المعلومات دي جابوها منه. طبعا الام والاب والكهنه وكل الناس اللي كانت في العصر ده ايوه كلها انتقلت، حتى الانبا يؤنس انتقل، الانبا رورس، كل الناس دي المعلومات اللي قالوها دي موجوده في شرايط دي عرفنا نجيبها. طيب احنا عايزين نتكلم دلوقتي عن مسؤوليه الخادم. يعني في زي ما كنا بنتكلم دلوقتي، هل المسيح لما شفنا كده وربنا لما شفنا هيقول ايها العبد الكسلان ولا هيقول ايها الخادم النشيط، وايه مسؤوليه الخدام؟ فهنطلع فاصل سريع وهنرجع لكم تاني ونتكلم عن مسؤوليه الخدام. أعزائي المشاهدين بنرجع لكم مرة تانية مع سلسلة أجمل خدام، والخادم الجميل اللي بنتكلم عليه النهاردة هو حبيب فرج. احنا دلوقتي هنتكلم عن مسؤولية الخدام. احنا قبل ما نتكلم عن مسؤولية الخدام، تفتكر ايه هي مسؤولية الخدام؟ هو مسؤولية الخدام مسؤولية كبيرة قدام ربنا. ليه؟ طب. يعني لو الإنسان ده هلك روحيا هيروح الجحيم، يعني مهم قوي. وبعض الخدام فاكرين ان هي الخدمة عبارة ان انا ادي درس مدارس الاحد وامشي ده شغلي، وانا عملت كده عملت فيفر لربنا. مش قادرين يفهموا ان انت بس الدرس ده يدوبك جزء توصل للولد كلمة ربنا. لكن اللي انت بقى عايز توصله للمسيح دي حاجة تانية. اوصل للمسيح ازاي الاولاد؟ لازم توصله بنفسك كقدوة، توصله بقعدتك معه، توصله بحل مشاكله، توصله بأمانة الديل ورأي الكنيسة كويس، بأن انت تكون مليان عشان تقدر تفيض على الآخرين. فمسؤولية الخدام دي مسؤولية كبيرة جدا. يعني أنا في قصة قريتها وكانت مهمة أو تبين قد إيه الخادم مسؤول قدام ربنا. أحد الخدام بيقول أنا كنت بخدم في اجتماع الشباب في مصر الجديدة، أب اعترافي طالب مني كل أسبوع لازم أنزل افتقاد انا وزميل لي. يقول في الاسبوع ده كانت شتاء ومطرة جامدة جدا. ايوه عارفة مصر لما تنطر تبقى الشارع كلها بتزحلق مطر. وبعد كده مش مطر بس، ده بيقول كانت مطرة وفي مناطق كتير النور بتقطع. اتصلت بزميلي عايزين ننزل افتقاد، قال لي لا يا عم انا النهاردة عمالة تنطر والنور مقطع انا هقعد في البيت. بيقول قعدت اقول طب انزل ولا ما انزلش، انزل ولا ما انزلش.
عملت صوت ابونا في ودني بيقول لي ما تنساش الافتقاد مهم، كل اسبوع لازم تزور حد. قلت هنزل اخد المسيح معايا ومش عايز صاحبي ده وربنا يسهل. بيقول خدت اسم الشاب وخدت العنوان وكتبته في ورقه ونزلت. افضل الف حول المنطقه مش قادر اوصل، الدنيا يعني والنطره بتنزل، الدنيا ضلمه قوي مش شايف نمره البيوت. فوقفت كده دقيقه واحده قلت له يا رب يعني انا الدنيا برد وعماله اتنطر، الشوارع مليانه طين، مناطق كتير ما فيهاش نور وكل ده وتسيبني يا مرجرجس؟ طب اتصرف. بيقول هم دقيقتين لقيت واحد لابس جلابيه بيضة واقف جنبي. قال له حضرتك بتدور على مين؟ قال له بدور على فلان الفلاني. قال له البيت جنبك هنا، حضرتك تطلع الدور الثالث شقه خمسه، تمشي على ايدك اليمين هتلاقي الشقه قدامك. قال له شكرا وبس كده، قال له شكرا يا رب. بيقول كنت متعود قبل ما ازور اي حد اخبر على الباب، ارشم الصليب على الباب واصلي صلاه صغيره عشان ربنا ايه يخش قبلي. بيقول صليت وخبطت على الباب وفتح لي واحد شكله كئيب جدا وماسك حاجه في ايديه وقال له انت مين؟ قال له انا فلان الفلاني من كنيسه كذا اللي في مصر الجديده. قال له حضرتك تعرفني؟ قال له انا بخدم في الاجتماع واسم حضرتك في الاجتماع عندنا وانا جاي افتقدك. قال له اتفضل. قال له انا بقالي هنا في القاهره فتره طويله، مفيش حد من الكنيسه بيسال عليا، مفيش حد من العيله بيسال عليا، مفيش حد من اصدقائي بيسال عليا، انا فقدت الشغل بتاعي فاينانشال مش لاقي حاجه وشايف ايه اللي في ايدي ده. بيبص في ايده لقى كميه حبوب، بيقول له انا كنت بملى كوبايه ميه هشرب الحبوب دي واشربها. فاستغربت ان حد بيخبط على الباب عشان ما فيش حد بيزورني، فانا قلت مين ده اللي جاي لي في الوقت ده ومين ده اصلا اللي جاي لي؟ يعني التوقيت كان مش معقول. خادم قال له انت عارف ان ربنا بيحبك عشان جابني ليك دلوقتي؟ وابتدى يكلمه على محبة ربنا، وابتدى يكلمه ان ربنا بعتني ليك مخصوص وربنا هيساعدك كتير قوي وهيقف معاك. والخادم قاعد يسأل نفسه 100 سؤال بعد ما زار الراجل ده. انا لو ما كنتش زرت الولد ده او رحت او كنت تعبت او كسلت كان هيروح الولد ده فين؟ وانا كنت قدام ربنا هعمل ايه؟ وكنت هفيل ان انا جلتي طول العمر. خدوه وتاني يوم قعد مع ابونا، ابونا صلى له لقى شغل وبعد كده ربنا بعت له كونتراكت وراح الدول العربيه واتجوز وبقى عنده اسره واتغيرت حياته كلها بزياره واحده. بزياره واحده من خادم امين عارف مسؤوليته، بضحي بنفسي وبصحتي وبوقتي عشان اجيب خروف للمسيح. الناس كلها بتدور على معجزات، عايزين يعملوا معجزات يتكلموا بألسنة، وعايزين يشفوا مرضى، وعايزين يقوموا ميتين، لكن المعجزة الحقيقة في حياة الخادم إن يجيب واحد للمسيح أو ينقذ واحد من الهلاك. ده شغل الخادم مش المعجزات ويطلع شياطين ويعمل الحاجات دي كلها مش مهم. ليه؟ عشان في يوم من الأيام الجسد ده هينتهي، لكن اللي مهم جدا الروح هتروح فين وخلاص الانسان هيروح فين. صح. دي اول قصه على مسؤوليه الخدام، وفي قصه تانية هنقولها بعد التليفون. طيب احنا هنرجع للقصص دي، بس عندنا دلوقتي مكالمه من مدحت من سيدني. الو 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 ايوه افرسوس نسي. مساء الخير، انا بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وبحب اشكركم كتير جدا على البرنامج الجميل برنامج لماذا مع الشماس الاكريليكي الاستاذ ايهاب ولحضرتك سلسله اجمل خدام. فعلا بنستمتع بسلسلة دي جدا جدا جدا، لان اولا بدي قدوه جميله جدا للخدام اللي فعلا مثال للمسيحيه ومثال اللي هي لتمجيد اسم ربنا.
أنا ليا سؤال سؤالين بصراحة. السؤال الأولاني كان في حاجة كده مرت في وسط الحلقة بالنسبة لطفل مات قبل المعمودية. أنا عارف إن أنتوا كنتوا عاملين حلقة قبل كده عن المعمودية، بس أنا كنت عايز أعرف مصير الطفل إيه اللي هو بيموت قبل ما يتعمد، وخصوصا مثلا في ال10 أيام الأولانيين. السؤال التاني، أنتوا بتقولوا على اللي بتقوله أجمل خدام، مفيش عندنا اجمل خادمات، بمعنى احنا كده متعصبين للرجاله مش متعصبين، في اساسا قديسات كتيره موجودين عندنا على ممر تاريخ الكنيسه خدموا في الكنيسه حلو قوي قوي قوي. فممكن الشماس الاكليك الاستاذ ايهاب يجيب لنا حلقه او حلقتين، او يعني يبقى حضرتك على فكره بتفكر في نفس الخط معانا، علشان احنا كنا لسه بنتكلم عن خادمه بنفكر ان احنا نتكلم عليها ان شاء الله في الاسبوع او الاسابيع القادمه، بس حضرتك معانا على الخط يعني. ان شاء الله، واحنا عاملين طبعا سلسله بالترتيب ان شاء الله. لو لينا عمر بعد اسبوعين هنتكلم على ابونا يوسف اسعد، يعني اللي ليه اي مداخله او يعرف ابونا يوسف اسعد عن قريب ممكن يشترك معانا، كان راجل بركة وخادم عظيم يعني. هنتكلم عن قصته، وبعدها برضو هناخد خادمة بقى ان شاء الله. نحاول ناخد خادمة. بالنسبة للطفل اللي قبل المعمودية، احنا ناخدها بسرعة عشان في قصة حلوة للخدام برضو عايز انهي بيها. طبعا احنا هتلاقيه الرد في الحل في حلقة بتاعت المعمودية، بس انا اقول بسرعة. هو اولا الطفل ده ما ماتش، احنا قلنا قال لأمه نعمديه بسرعة، فهي عمدته وبعد كده انتقل بيوم. لكن اباء الكنيسه كلها بيقولوا ان الولد ده بيبقى في مكان مش بيتعذب ومش بيتنعم، مكان زي النص كده، ده الكبريانوس قال كده واباء الكنيسه الاوائل كلهم. عشان لو عايز تقول لي، او بعض الناس بيقولوا طب الطفل ذنبه ايه لو ما اهله ما عمدوش وكده، مسؤوليه اهله ان هم ما عمدوهوش، ده دي مسؤوليتهم، ربنا هيحاسبهم. عشان الولد لو عمره يوم واحد ابوه وامه ممكن يعمدوه، الام طبعا لو ولد 40 يوم ما تخش الكنيسه ممكن يبقى فيه اشبين، لكن لو عمره يوم واحد يخش، يا اما كده احنا اللي يقول لك هيخش السماء من غير ما يتعمد، ده الكلام ده مش مظبوط. عشان هتلاقي الرد في يوحنا 3:3، من لم يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت السماوات، ويوحنا 3:5 برضه بيعيدها، ومرقس 16:16 بيقول من امن واعتمد خلص. ده راي الكنيسه، وده الاراء اللي انا قريتها. فهو ده السؤالين بتوعك يا اخ مدحت، كل سنه وانت طيب، واذكرنا في صلواتك. سريعا قبل ما نرجع للمعجزه، سوري على المعموديه، بس احنا مش برضو بنؤمن ان هو في طرق كتيره للمعموديه، يعني مثلا زي اللص اليمين ما تعمدش، بس احنا عارفين ان في طرق تانية يعني تعتبر شبه معموديه، اسمها معموديه الدم، معمودية ده الشهداء. دي غطينا كل دي حلقه المعموديه. نحاول ان شاء الله نعيد حلقه المعموديه تانية لو في اسئله كتير، او الناس تسمعها وتراجع بقى الموضوع عشان ما تنسوهاش. حلقه المعموديه هتلاقيها على يوتيوب، هتلاقوها ان شاء الله. طيب قبل ما نخلص النهارده، عايزين نتكلم بسرعه بقى عن بركه الخدام والمعجزه اللي بتتكلم عليها ايه. لو قدامنا اكتر من 5 دقايق اكون اتكلمت برضو على قصه واحده خادمه برضو كانت برضو الخدمه مهمه عندها. كان واحده بتخدم الفقراء وكانت ست كويسه جدا، بس كانت مشكلتها جوزها كان عصبي وعلى اقل حاجه يتنرفز ويزعق ويخبط ويكسر ويضايق جدا. والست دي كانت حامله الصليب بامانه وما بتشتكيش، وتحاول على قد ما تقدر لما جوزها يكون متنرفز ما تقدرش تنرفزه اكتر او كده. كانت ليها جاره قدامها، كان مره بتسمع هيصه وزيطه وكده، بتبص لقت واحده متجوزه جديد جوزها برضه عمال يزعق وبتاع. فاول ما بيخرج بتلاقي جارتها كانت مسيحيه تطلع بره في البلكونه وتصلي له. فتعلمت منها الحكايه دي، وكانت كل ما زعق لها ويطلع ويخبط الباب جامد تلاقيها طلعت في البلكونه واقفه تصلي له. في يوم من الايام حصل حريقه في البيت اللي جنبهم، فراحوا يطمنوا على الجيران، فقابلتها اول مره. فتعرفت عليها، قلت لها انا متجوزه جديد، ما حدش بيسال عليا ومتضايقه وبتاع، ولحد دلوقتي ما خلفتش. قالت لها انا شايفاكي بتصلي، او قالت لها ما اقدرش اعمل غير الصلاه وبتاع. في يوم من الايام سمعت هيصه جامده جدا عندهم في البيت، ونرفزه وخناق وزعيق، وبتبص ما لقتش الست دي، فتحت البلكونه وطلعت صلت. ابتدت تبص عليها ما بتردش، ابتدت تعمل كده وتبص ما طلعتش، قلقت عليها. اتصلت بيها. قالت لها انا قلقان عليكي، ايه اللي حصل؟ قالت لها ممكن اتكلم معاكي؟ قالت لها اتفضلي. راحت زارتها. قالت لها بعد ما جوزي هزقني وبهدلني وتعبت جدا، انا جبت السكينه وكنت عايزه انتحر، اقطع الوريد بتاعي. بس ما رضتش،
قلت لا، جابت كرسي وكانت عايزه تنط من الشباك. فوانا بقرر ان انا انتحر انط من الشباك او اقطع الوريد، لقيتك بتتصلي بيا. قالت تقول لها انا مبسوطه ان انت كلمتيني في الوقت ده. قالت لها تعالي اقعدي معايا. قعدت تتكلم معاها، بتقول لي بص، قلت لها بصي لما يكون جوزك متنرفز ابعدي عنه في الوقت ده، ما تنرفزهوش، اسمعي الكلام. لقيت جوزها جه وكان متنرفز، حاجه ضاعت منه. الست هاديه خالص، قالت طب انا هدور لك عليها. قعدت يتنرفز، لقاها في المكان هو كان حاططها، فتاسف لها ومشي. فالبنت اتعلمت، قالت لها انا عايزه اخدك زي ماما او اعتبرك صديقه لما اتضايق. قالت لها تكلميني اي وقت. وقدرت برضه بحكمتها انها وصلت للانسانه دي، كانت ممكن تقول انا مالي لمشاكل عائليه، انا ايه او بتاع، كانت البنت ده. مهمه الخادم مهمه عظيمه جدا. بركه الخادم بقى، اول حاجه المسيح بيقول ان هم حيثما اكون بيكون الخادم بتاعي. تاني حاجه في الحياه بيباركك وبيبارك ولادك. يعني مش معقوله انت بتخدم ربنا وبتضيع كل الوقت ده مع ربنا، واذا كنت بتخدم ماديا او بتخدم جسديا او فاينانشال او اي حاجه، ربنا هيسيبك او يسيب ولادك. احد الاباء الكهنه بيقول احنا كنيستنا في مدينه بيجي طلبه كتير جدا يدرسوا عندنا، وبتيجي بنات من محافظات كتير، وساعات ما بنلاقيش مسكن نسكنهم. فواحد كان غني كده في البلد عنده، قال عنده عماره وراجل مبسوط، فقال له عايزين تشوف لنا مكان نحط فيه بنات مغتربات، شقه حتى واحده، مش عايزينهم يسكنوا بره يتبهدلوا ولا حاجه. قال انا مش هديك شقه، انا هديك الدور كله يا ابونا، وانا هفرش واجهزه واقول لك من الاسبوع الجاي تجيب اللي انت عايزه. ابونا اتبسط جدا وقال له على الاقل انت في البيت فونس ليهم لو احتاجوا حاجه. فالراجل كان حتى بيخليهم يتصلوا من عنده في البيت وبياخد باله منهم، ومراته تشقر عليهم وكده. في يوم سمع سويت في الدور ده، فبعت مراته قالت شوفي ايه اللي حصل. بنت منهم والدها توفى في بلد من البلاد جنب البيت ده، وعايزه تروح، فقالوا لها ما ينفعش غير الصبح، احنا دلوقتي في نص الليل. قال لها لا، قولي لها تجهز نفسها وانا اوصلها. قالوا له ده مشوار طويل عليك، تروح المشوار كله وترجع تاني. قال لهم لا، انا هوصلها. الراجل لبس وطلع العربيه بتاعته وخد البنت ووصلها وجي على الفجر. بعدها باسبوع او اسبوعين ابنه كان بيعمل دكتوراه في المانيا او دراسات في المانيا، بعت لبابا جواب بيطمن عليه وبتاع، بيقول له يا بابا في يوم كذا الساعه كذا، كان اليوم بالظبط اللي هو وصل للبنت ورجع تاني. اليوم ده كذا وساعه كذا انا كنت راجع بالاتوبيس وتهت، قعدت لحد الساعه 3 الصبح مش عارف اروح، عمال الف في الشوارع، كل الشوارع زي بعضها ومش عارف اروح، مش لاقي حد اساله. لقيت واحد طلع من البيت بتاعه لاني تايه في الشوارع، طلع وقال لي انت بتدور على ايه؟ قال له انا كنت انا ساكن في المكان ده في الحته دي في الحته دي. قال له انا عارف المكان ما تقلقش. طلع العربيه من الجراج وخدني يا بابا ووصلني للمكان بتاعي اللي انا كنت عايز اوصله. الراجل قعد يبص للتاريخ اللي هو ساعد فيه البنت ووصلها لاهلها، وقعد يبص للتاريخ اللي ابنه كان تايه فيه، واحد برضه طلع العربيه بتاعته من الجراج في نص الليل عشان يوصل ابنه البيت في نفس اليوم وفي نفس التوقيت. كل الخير اللي بتعمله وكل المجهود اللي انت بتعمله مش منسي عند ربنا، ليك ولاولادك. فخد بالك ولبيتك، كفايه هديك صحه، كفايه هديك امان، كفايه هديك بيس، كفايه بيديك شغل، كفايه بيديك كل حاجه. انا عاوز ايه اكتر من كده؟ وفي الاخر نبخل على ربنا بساعتين ثلاثه او اربعه، او ندرس اكتر، او نزور ناس اكتر، او نساعد حد اكتر. ودي الحاجات اللي لازم نفتكرها لما يعني نفكر، لان هو لما الواحد بيخش في الخدمه كده بيقول طيب انا لما هاجي بقى ربنا او قدام ربنا كده هيقول لي فين خدمتك، وده نسيته ليه، وده ما رحتش زورته ليه، فبيحس ان هي حاجه جامده صعبه. بس الواحد فعلا زي ما بتقول يا هيب كده، لما يشوف بركه الخدمه دي وعمل ربنا فيها، فعلا بيحس ان هو ربنا معاه، مش هو اللي رايح لوحده بيخدم. اقول لك حاجه، تخيلي ان انت بتدرسي في المدرسة، أنا مدرس في المدرسة مثلا أو أنت، وبتدرسي لابن مدير المدرسة، واحتجتي حاجة، هل مدير المدرسة يتخلى عنك؟ لا، ده إنسان بشري وأرضي. تخيلي بقى أنت بتدرسي لابن ملك الملوك واللي خالق الكون ده كله، هل هيتأخر عننا؟ لا طبعا. ما هي دي قصة أجمل الخدام. أيوه فعلا. وإيهاب بنشكرك على السلسلة الجميلة دي، لأن هي فعلا في أجمل خدام إحنا بنشوف الخدمة اللي هي لا تنسى أي نفس طبعا، واللي هي بتجري وراء
أي نفس بشرية خايفين عليها من الهلاك الأبدي. فإحنا إن شاء الله كده تبقى دي يبقى هدف في حياتنا، ان احنا ما ننساش اي حد ونشوف الناس اللي حوالينا، لان احنا ساعات بنبقى بس باصين على اللي تحت رجلينا وما بنبصش على اللي حوالينا، فناخد بالنا منهم. ونشكرك يا ايهاب على السلسله الجميله دي، وان شاء الله نشوف قصص جميله تانية. واعزائي المشاهدين، حلقتنا النهارده بتنتهي، بس قبل ما ننهيها بنقول لحضراتكم وبنقول لنفسنا ما ننساش خدمه الضالين، خدمه الفقراء، خدمة مدارس الأحد، وإن شاء الله نلتقي بيكم الأسبوع القادم.